مرحبا شباب صبايا، شو اخباركم؟ رجعنا لكم بحلقه كثير حلوه بتحكي عن 10 عطور نسائيه لفصل الشتاء، من اجمل العطور الموجوده باوروبا. مش فرنسيه، اكيد مش فرنسيه، اوروبيه لكن مش فرنسيه. خليك معي لاخر الحلقه، معلومات حلوه، وفي باخر الحلقه معلومتين صغار لإلك ولإلها. خليك معي وروح. قبل ما ابلش بالحلقه بدي اعطيكم بس هيك لمحه سريعه عن تاريخ العطور الموجود بفرنسا وبأوروبا بشكل عام. منين اجى للفرنسيين وكيف هن انشهروا فيه وليش انشهروا فيه وليش استخدموه، منين جابوه ولشو جابوه وعشان شو جابوه، يعني هاي الأسئلة كلياتها. خليك معي بس اعطيك نبذه سريعه، لمحه سريعه عن تاريخ العطور اللي بفرنسا وبأوروبا بشكل عام. فرنسا الحاليه ما لها علاقه نهائيا بفرنسا ايام العصور الوسطى او حتى ايام القرن التاسع عشر. الفرنسي الحالي الانيق النظيف لا علاقة له أيضا بذلك الفرنسي الذي عاش قبل بضعة قرون، والذي كان يعتقد أن الاغتسال يسبب أضرارا بدنية وصحية، وأن الأطفال الذين يستعملون الماء كثيرا تتعرض أبدانهم للهشاشة في تلك الأيام. هذه ليست نكتة بل حقيقة صدرت منذ سنوات طويلة من مذكرات الكاتب ساندرو ماراي، الذي ولد في بداية القرن العشرين في عائلة برجوازية ذات أصول نمساوية هنغارية، وأصدر كتابا يؤرخ لتاريخ الوساخة في فرنسا، بل أيضا لتاريخ الوساخة في عصره، حين يعترف بأن الاعتقاد الذي كان شائعا في عائلته الغنية هو أن الاغتسال الكثير يضر بالصحة، فقد كان الأوروبيون والفرنسيون خاصة كارهي الرائحة. يقول موراي في كتابه اعترافات برجوازية أن الأوروبيين والفرنسيين خاصة كانوا يعتبرون أن الاستحمام كفرا، ووصف مبعوث روسيا القيصرية ملك فرنسا لويس الرابع عشر بقوله أن رائحته أقذر من رائحة الحيوانات أو الحيوان البري، وكانت إحدى جواريه تنقع نفسها في حوض من العطر حتى لا تشتم رائحة الملك. تخيل أنت الجارية اللي بتشتغل عند الملك كانت تنقع حالة بالبانيو أو بسطل مي فيه عطر، عشان شو؟ تضل ريحتها هي فواحة كتير وتغطي على ريحة الملك اللي عم تخدم فيه. فتخيل انت الجاري قرفان من الملك تبعها من ريحته، ما بالك انت الشعب العادي. واشتهرت باريس بالعطور الفرنسية، والتي كان السبب الرئيسي في اختراعها أن تذهب الرائحة النتنة الموجودة في أجسام الناس، والتي كانت هذه القذارة سببا في تفشي فيهم الأمراض، وكان مرض الطاعون ينتشر فيهم حيث حصد نصفهم أو ثلثهم بين فترة وأخرى. وكانت أكبر المدن الأوروبية كباريس ولندن مثلا يصل تعداد سكانها 30 أو 40 ألفا بأقصى التقديرات، بينما كانت المدن الإسلامية تتعدى حاجز المليون. وكان الهنود الحمر يضعون الورود في أنوفهم أو أنوفهم عند لقائهم بالغزاة الأوروبيين بسبب رائحتهم التي لا تطاق. يقول المؤرخ الفرنسي ديبار: نحن الأوروبيون مدينون للعرب بالحصول على أسباب الرفاهية في حياتنا العامة، فالمسلمون علمونا كيف نحافظ على نظافة أجسادنا، فإنهم كانوا عكس الأوروبيون الذين لا يغيرون ثيابهم إلا بعد أن تتسخ وتفوح منها روائح كريهة، فقد بدأنا نقلدهم في خلع ثيابنا وغسلها، وكان المسلمون يلبسون الملابس النظيفة الزاهية، حتى أن بعضهم كان يزينها بالأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والمرجان. الكلام اللي حكيته كله اكيد مش من عندي، من الجوجل، ففيكم تكتبوا انتوا على الجوجل تاريخ العطور في اوروبا بيطلع لك من الالف الى الياء. بس لمحه سريعه، تاريخ العطور هو بيرجع بالاساس للمصريين القدامى. المصريين القدامى هن الفراعنه، الفراعنه لهم فضل كتير على اوروبا وعلى باقي وعلى سائر الشعوب، لانه هن اخترعوا كتير اشياء ومن ضمنهم العطور وتقطير العطور. فالرومان يوم ما كانوا محتلين الشرق الاوسط وشمال افريقيا جابوا خيرات البلاد وجابوا احسن ما في البلاد على اوروبا، فلهم فضل كتير المصريين والفراعنه على اوروبا، على الاوروبيين وعلى سائر الشعوب بموضوع العطر والحلي والازياء والمواضيع الثانيه. الفرنسيين سمعوا انه في عطور في ايطاليا وروما، فراحوا جابوا الخبره وصاروا يطوروها عندهم بفرنسا، لانه كانت ريحتهم نتني، يعني ما بفوتوا الحمام، ما بيستعملوا الماء غير بس للشرب او لحاجتين بس بيستخدموا الماء في حياتهم، في حال اذا تزوج او اذا كان مريض كتير. فتخيل انت يا رعاك الله شخص ما بيتحمم، شخص او عيب ما بتتغسل شهور وسنين وليالي، فريحته كيف؟ يعني الفرنسي الحالي هذا الموجود هلا الانيق واللي بيلبس شانيل وديور وحركاته لوي فيتون وارميس والقصص هاي، ما له علاقه بالفرنسي اللي كان بالعصور الوسطى واللي عم بيتغنوا كتير بالمواضيع هاي، خاصه بالشرق الاوسط. في عندنا كتير ناس بتحكي بالايتيكون
والحركان والكرواسون، هدول للاسف يعني فاهمين الطبخه غلط. الاتيكيت حبيبه قلبي انت وياها اللي بتتغنوا فيها، تعلميها من بلادك، تعلميها من شعبك، من ثقافتك، من 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 حضارتك انت. ما تروحي تجيبي حاجات من ناس ما كانوا يفهموا شيء بالقصص هاي وتقلديهم بس لمجرد انه انت تبيني انه انت واو كتير بروفيشنال وكتير مودرن. المودرن هون بكون مش بالاتيكيت. خلينا نروح للعطور بشكل مباشر، بدناش نعطي الموضوع اكثر من حجمه لانه انتم فهمتوا الفكره ويا ريت وصلتكم فكرتي بالحلقه وبالموضوع. خلينا نروح لرقم 10، ناركيزو رودريغيز، مصمم اسباني عنده عطور الصراحه مش طبيعيه، جربوها مش هتخسروا شيء. الاسبان فتاكين، والاسبان قريبين كثير على الشرق وعلى بعدات وباسلوب. فالعطر هذا اسمه بور ماسك فور هير، كثير 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 روعه وكثير حلو. العطر هو عباره عن سر محطوط بالانيني، خلطته بتكون يعني شوي مختلفة عن الخلطات التانية. كل عطر له مصمم، كل عطر له واحد بيعمله، فبيكون حاطط التاتش تبعه. فالعطور بتتقسم لثلاث أجزاء بدي أحكي لكم بس تكي عنها. العطر بتتقسم لمقدمي، أول ما تشتري أنت العطر وترش فبيعطيك الريحة تبعته شيء، وبعد 10 دقائق ربع ساعة بيعطيك شيء تاني يعني القلب تبعه، والاساس اللي هو هدف المصمم لهذا العطر بكون هو الاساس تبعه. الاساس بيجي بالنهايه. لما تفتح العطر انت بتلاقي ورد ابيض، ريحه ورد، بعد شوي بيروح لماده كشميران ماخوذه من كشميران، بعدين بيرسى على مسك. فعطر كتير حلو وكتير فتاك، جربوه ما حتخسر. رقم 9، فيرزاتشي كريستال نوار، مشهور ومعروف كتير من شركه فيرزاتشي. اكيد 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 كلياتنا بنعرف هالشركه الايطاليه الفخمه والفاخره. العطر مميز كثير للبنات وللستات، مناسب للمراهقين ومناسب للكبار بالعمر. المقدمة تبعته عبارة عن ورد جاردينيا مع فواكه مع زهر برتقال. تخيل انت او تخيلي التناغم هذا مع جاردينيا فواكه وزهر برتقال، يا الهي. والقلب تبعه عبارة عن عنبر ومسك، يعني بس ترشيه بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بيرسى شوي على عنبر ومسك. تخيل انت يا راك الله. الاساس المهم هو واللي بيرسى عليه هو حب الهال مع زنجبيل وفلفل اسمر، يعني عطر فيه خليط شرقي وتاتش غربي، يعني شو بدي احكي. بوتيكا فينيتا كنوت اكيد اسم العطر. العطر هذا كتير 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 فتاك وكتير له حركه شرقيه، يعني فيه عباره هو عباره عن خلطه ورود شرقيه. تخيل انت خلطه ورود شرقيه. خليك معي وشوف شو المقدمة تبعته. المقدمة تبعته ليمون أخضر وزهر برتقال كلمنتين ومندرين. تخيل انت الحمضيات هاي، تخيل التناغم تبعها. القلب تبعه زهر أبيض ولافندل. تخيل انت زهر أبيض مع لافندل المقدمة تبعته، يعني بعد ما ترشه انت أو ترشيه بعشر دقائق تقريبا بيرسى على زهور لون أبيض العطر تبعه ومع اللافندل. تخيل اللافندل انت شو حلو. والأساس تبعه حبوب التونكا مع المسك، يعني هذا بيرسى اخر شيء معاك على حبوب التونكا مع المسك، يعني شرقي 100%. يعني اي مرة اي بنت شرقية حتعجب فيه لهذا العطر وحتحبه وحتعشقه. رقم 7 من شركة المانية عملاقة الهوجو بوس، اسمه ذا سنت فور هير، النسخة الجديدة منه القوية يعني المركز الاي دي بي، المركز كتير. فهذا عبارة عن عطر بسيط وخفيف مش معقد، لانه اللي صانعه ما حابب كان يفوت بتعقيدات له كتير، رغم بساطته كتير مميز. مقدمته هو عبارة عن خوخ، القلب تبعه أوسمانتوس، نوع من أنواع الزهور اسمه أوسمانتوس. الأساس تبعه كاكاو محمص. تخيل أنت ريحة الكاكاو المحمص لما تشمها أنت أو تفوت على محمصة تعيد شوكولاتة مثلا أو مصنع فيه شوكولاتة عم بحمص الكاكاو عشان يعملوا للشوكولاتة، فقديش ريحة الكاكاو المحمص بتكون فتاكي يا معلم. رقم 6 من شركة دولشي جافانا العملاقة الإيطالية، اسمه The Only One، النسخة المركزة منه الـ EDP. دائما اشتروا النسخة المركزة من أي عطر. المقدمة تبعته عبارة عن انجاص وعنب أسود، شوي هيك فيه تاتش حامض، يعني العنب الاسود لانه بيجي شوي حامض مش حلو. القلب تبعه عباره عن ورد احمر روز يعني وقهوه ونوع ورد ليلكي، يعني نوع من انواع الورود الليلكيه اللي بتيجي لونها ليلكي. ف ما بعرف تناغم اللي عامل الخلطه هاي، ما بعرف كيف معملها، بس لما انا رحت جربته وشميته فتاك. الاساس تبعه عباره عن باتشولي وحبوب التونكا وعنبر، يعني تخيل انت اخر شيء بيرسى معك على حبوب التونكا والباتشولي والعنبر، فتخيل انت العنبر قديش بيعطي تاتش للعطر
للنساء او للرجال يعني، بس انه هاي الخلطة للنسوان. ام خمسة من شركة كارولينا هيريرا العملاقة، جود جيرل، النسخة كمان المركزة منه الاي دي بي، شكلت الكندرة النسوانية الكلاس الفخمة. فهذا العطر ما بنصح فيه المراهقين، حكيت عليه بالحلقة السابقة، المراهقين ما بنصحكم فيه لأنه شوي هاي كلاس، لأنه البنت لازم تكون تفهم كثير بالعطر، والمرة اللي بدها ترشه لازم تكون هي كثير عندها خبرة بالعطور عشان تقدر تفهمه وتفهم الخلطة تبعته. شوي هو غريب بس كثير 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 حلو. المقدمة تبعته عبارة عن نوع من أنواع الورود اللون أبيض، كثير حلو وكثير فت. القلب تبعه عبارة عن ياسمين شامي، تخيل انت الياسمين الشامي المأخوذ من دول الشام او من سوريا او من الشام تحديدا يعني. الاساس تبعه حبوب التونكا المحمصة مع الكاكاو، تخيل انت التونكا مع الكاكاو يا الهي. رقم 4 من شركة ذا بادي شوب، شركة انجليزية، اسمه وايت ماسك، يعني مسك ابيض. فالصراحة سمعت عنه كتير وحبيت اروح اجربه شخصيا يعني للعطر عشان احكي عليه، يعني ما فيني اروح احكي عن عطر ما مجربه انا يعني وشم ريحته. فروحت شميت العطر، كل النسوان كل البنات بيحكوا عليه بالنت وبرا النت وبرا وجوه، كله بيحكي على العطر. ها بقول لك عليه انه زي المغنيت زي المغطنيس بشد، يعني بتشمه بترجع بتشمه مره تانية. فالعطر كتير 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 حلو الصراحه، يعني اللي يمكن من امبارح الظهر يعني رشيشه بعدها على الورقه كتير قويه. بنصحكم تروحوا تجربوه، كتير رخيص يعني من ارخص العطور الموجودة بالليستة. رقم 3 من شركة ديزل الايطالية العملاقة بعالم الموضة للشباب الجقل اكيد يعني، اسمه هو ريد كيس، ريد كيس لافر دوز. تخيل انت الاسم، من اسمه هو عبارة عن قنبلة نووية. فبنصحكم تجربوه للبنات المراهقين كمان يعني اللي تحت ال 25 سنة، حيعجبني كتير كتير كتير. المقدمة تبعته عبارة عن مندرين وينسون، تخيل انت مندرين وينسو مع بعض، كيف الخلطة اجت انا ما بعرف، بس ريحته القلب تبعه بس تروح ريحة المندرين واليانسون شوي، بيجيك شوي ريحة تاني مع ورد الجاردينيا والياسمين وعرق السوس. واديني اديني اديني يا معلم مع عرق السوس قديش ريحته حلوة. الاساس تبعه الاخير محل ما بيرسل عطر بعد حوالي نص ساعة ساعة تقريبا من رشته، بتجيلك او بيجيلك الريحة تبعته خليط بين العنبر وخشب خفيف مع فانيلا. تخيل انت عنبر وخشب خفيف مع فانيلا، اديني بالحنان اديني. رقم 2 العطر الفتاك الصاروخي، اللي من وجهة نظري انه هو من اجمل العطور حاليا على الكرة الارضية، هن كلن الليستة كلياتها بالنسبة لي رقم 1، بس هذا عنده هيك تاتش يعني شوي كلاس، هاي كلاس، قد ما تقول كلاس اكتر شوي. هو اريانا جراندي كلاود، يعني من كتر ما هو حلو انا اشتريته بدي اخبيه عندي. وهو هذا العطر مش معروف يمكن كتير بين 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 الناس او بين البنات او بين الصبايا او بين الشباب، مش معروف كتير لانه هو لوحدة امريكية مشهورة كتير عملت العطر باسمها. اللي بيميز هذا العطر انه شبيه بالعطر الغالي هاد 100% نسخة تقريبا نفس العطر 100% 100% هاد نفس هاد، هذا حقه $250 تقريبا، هذا اقل من $50 حقه العبوه الكبير ال 100 ملليلتر. يا الهي يا الهي هذا العطر مميز مميز، تميزه انه ثباته اعلى وريحته مركزة اكتر، يعني روح هاي معلومة خدها لك، اقل من $50 ممكن تجيب عطر فتاك لغاية ما الى حدود. روح يا معلم على المقدمة، المقدمة تبعته ببلش بعطره، اول ما تفتح العطر ببلش بنجاس، ريحة النجاس مع البرجموت مع اللافندر، تخيل انت يا رعاك الله. شوي تاني بس تروح المقدمة يعني بس يغيب شوي المقدمة بعد 5 دقايق 10 دقايق، بروح لجوز الهند مع فانيلا. تخيل انت جوز الهند مع الفانيلا قديش هني ريحتهم بتصير فتاكي يا معلم. الاساس تبعه الاخير يعني بيرسى، هو بعد ساعتين زمان بيرسى على مسك ومع خشب خفيف، تخيل مسك مع خشب خفيف يا الهي. يعني هاي اريانا جراندي عاملة صراحة خدمة كبيرة للبشرية بهذا العطر. رقم 1 من جورجو ارماني، ماي واي اسمه، انا رحت على المحل وجربته تقريبا من 4 5 ايام. العطر بعده موجود على الورق لغايه اليوم كاني هلا رشه، عطر فتاك. انا احترت بين هذا العطر من جورج اوملي ماي واي او تبع اريانا جراندي، مين احطه قبل مين، يعني اثنين دمار شامل. لكن هذا العطر فيه ميزه، هو عباره عن خلطه ورود مش طبيعيه فيه. شوفوا المقدمه شو بتحكي، زهر البرتقال المصري، يعني شركة الأرمني جايبي زهر البرتقال المصري من مصر تحديدا، ليش مش عارف.
جايبين زهر برتقال مصري فتاك يعني ريحته، ومع خلطة البرجموند. قالب تبعه ورد أحمر هندي مع ياسمين شامي. كيف جايبين القصص هاي كلها؟ ما في منه يعني، في عندهم هني بإيطاليا فيها القصص، لا مختارينها من الهند، مختارين الياسمين الشامي، لأنه كل بلد بيطلع فيها النبتي بنكهة تاني، بريحة تاني، بعطر تاني. فا أوكي يمكن عندك البرتقال أنت ببلدك طيب ولذيذ، يمكن في بلد تاني نفسه بس تلاقي له نكهة تاني وتاتش تاني. عشان هيك اللي بيخترع العطر بيكون مجرب كتير أمور كتير بالعالم، آخر شي بيستخلص التاتش تبعه المميز بقنينة بيقدم لك إياها هدية. الأساس تبعه شو بيرسى العطر، شو بيرسى بالآخر؟ بيرسى على خشب أرز لبناني. تخيل أنت خشب أرز لبناني، يعني أنت تخيل يا رعاك الله خشب الأرز اللي من لبنان قديش ريحته حلوة. لما يا ريت تروحوا على لبنان وتطلعوا على الأرز لفوق بأيام الشتاء، كتير كتير حلو، بأيام الصيف كمان كتير حلو. الأرز له ريحة خاصة، يعني الخشب تبع الأرز له ريحة مميزة جدا 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 من برا، ما بالك لما يتقطر وينحط بقنينة عطر. اديني بالحنان اديني. بعدين بيعطيك على فانيلا من مدغشقر. الفانيلا جايبينها من مدغشقر، ليش من مدغشقر ما بعرف، يعني في فانيلا بكل انحاء العالم بس ليش جابوها من مدغشقر؟ شو السر فيها؟ شو العطر فيها؟ شو الريحه تبعتها اللي بتميزها عن العطور التاني؟ ما بعرف، لكن اللي بعرفه انه العطر هذا بضرب بالمخايخ لدرجه 1000%. بعدين بيعطيك المسك الابيض بالنهايه، بعدين بيعطيك المسك الابيض بيرسى على شويه مسك ابيض. يعني انا ما بوسع اقولكم غير روحوا جربوا وما تتاخروا كتير عليه، لانه عطر كتير 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 واو، واللي قبله واللي قبله كل ال10 عطور، ال10 عطور كتير فتاكين وكتير واو وكتير كتير 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 بيستاهلوا انه يكونوا باي خزانه بنت. بنصحكم تشتروا منن، بنصحكم ما تشتروا البضاعه الفرنسيه لانه البديل ما انتم شايفينه احسن بكتير. شباب صبايا يا ريت الحلقه تكون عجبتكم ووصلت الفكره 100% لكم. بنصحكم تروحوا على محلات العطور تشموا العشرة هدول وشوفوا مين بيعجبكم. إذا حدا قريب منكم بده عيد ميلاد، عنده عيد ميلاد، عنده مناسبة، بتهدوا حركة حلوة، بتهدوا عطر جميل كتير كتير كتير. وبنصحكم قبل ما تشتروا أي عطر تجربوا العطور وتمشوا فيهن شوي بالسوق أو بالشارع، نص ساعة زمن، ساعة زمن، وترجعوا بعدين تقرروا تشتروا، ما تشتروا فورا وهي مسكرة العلبة وقبل ما تجربوه، لأن العطر مثل ما حكينا المقدمة بتعطي شيء والقلب شيء والأساس شيء. يعني العطر بده حوالي ربع ساعة لنص ساعة لا يبين على الصافي كيف ريحته هو، لانه في عطور حرام بتنظلم لانه بتكون هي عطور كتير كتير حلوه وكتير واو وكتير فخمه، فالعطر تبعها فتحته بتكون قويه كتير فبتزعجك انت، فانت بتفكر انه العطر هذا لا مقرف ومش حلو وكذا وكتير، لا 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 بالعكس جربه انت شوي ساعه زمن وارجع قرر. تمام. والنصيحه والمعلومه الاخيره اللي حابب افيدكم فيها، في كتير على السوشيال ميديا وعلى التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بيطلعوا بيحكوا بالعطور وبيحكوا بامور ثبات العطور وكيف الواحد بيخلي العطر ثابت على جسمه اكثر لمده اطول. ففي حكي الصراحه كتير صح وفي حكي كتير غلط ومش منيح وما بفيد ويمكن يعمل لك مشاكل بالجلد. منهم في ناس بتطلع بتقول لك حط بادي لوشن شوي ورش العطر عليه عشان يصير ثباته ويضل اكثر على جلدك، وفي منهم بحط لك اول فازلين، بحط نيفيا، حط يعني مستحضرات تجميليه او كريمات على جسمك او على جلدك ورش فوقيه عشان شو يعطيك ثبات اكثر ووقت اكثر تستفيد انت منه بثباته يعني. بس هذا الشيء غلط كثير وهذا الشيء مضر لجلدك ومضر لصحتك. فتخيل انت عم بتحط عطر فيه مواد، فيه سبيرتو، فيه قصص كثير مع الكريم او البادي لوشن اللي انت حاطه او الفازلين او نيفي او اي كريم يعني انت حاطه على جلدك، فما بتعرف التفاعل انت شو بصير، تفاعل مع العطر اللي فيه مواد مرات كيماوية مرات طبيعية، ما بنعرف احنا كيف التفاعل حيصير مع الكريم اللي انت حاطه على جلدك. فالتفاعل هذا احتمال يضر لك جلدك، احتمال يعمل للناس اللي عندهم حساسية مشاكل جلدية ما الى اول ولا اخر. فديروا بالكم. نصيحتي انا بعد ما انا اطلعت على خبراء العطور اللي بيصنعوا العطر اللي بيصنعوا العطور نفسهم شو بيقولوا عن الموضوع هذا، اذا انت بدك عطر ثباته عالي ويضل مدة أطول حل بسيط كتير، بتشتري عطر قوي تهينا. العطر الخفيف ما تشتريه، بترش انت بتشم بترش بتجرب ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، بتروح على المول بتعمل برمي بعدين ترجع. إذا العطر خفيف ما ضاين ساعتين صف هذا ما بتستاهل، ما بيستاهل تحط عليه مصاري. العطر لازم يضاين أقل شيء 8 ساعات، أقل من 8 ساعات العطر ما بيستاهل تحط عليه مصاري، لأنه العطر الخفيف مصاريك بتروح على الخفيف، فخليك تقيل واشتري تقيل.